شكرا سيد رئيس، سيدان الوزيران او الساده الوزراء، اهلا لكم بالثقه المولويه. سيد الوزير، اليوم كان تساؤل ديالنا حول الاستراتيجيه اللي غتعتمد الحكومه في اطار التشغيل، وكنت كنتسنى وانا كنستحضر للبرامج ديال الحملات الانتخابيه، وكنستحضر للتصريح الحكومي، واستحضرت اليوم كذلك الكلام ديالكم، وكنت كنتسنى اشنو هما الاليات اللي غتلحقنا لما التزمتم به ديال خلق 200,000 منصب شغل سنويا. اولا، واش غادي تعفوا دوك الشركات اللي تضروا من كورونا وغادي ترجعوا عليهم هذه المناصب وتحسبوهم، او خلق مناصب اخرى؟ لان دابا اصبح يعني التشغيل المؤقت الى اخره. ثانيا السيد الوزير، ما كانش علاش نحاسبكم اليوم، لان انا باقي ما واضحش الامور، لان خلق مناصب الشغل مرتبط بنسبه النمو، الا بقات فات 5% لا اظن اننا غنمشيو بعيد. اذا كنا كنتسناو الاليات ديال الرواج الاقتصادي والاجتماعي باش يعني نخلقوا هذا النمو. النقطه الاخرى، الاليات جات في الكلام ديالكم حوار الاجتماعي، نقاش مع النقابات باش ناخذوا يعني قرارات. كنتفاجئوا ان وزاره التربيه الوطنيه خرجت بواحد القرار ديال ماشي بقات ملتزمه غير بالقضيه ديال التكوين او القضيه ديال الحوار الاجتماعي، جات سقفت السن وقصات واحد المجموعه ديال الشبان والشابات اللي عندهم يعني شهادات عليا باش يمكن يولجوا لسوق الشغل، وكان عندهم بريق الامل الوحيد هي او على الاقل من بين الامل هي يدخلوا للتعليم. كان شي كنحدوها في 30 عام. واش 30 عام شر ديال الكفاءه ديال العلم ديال المقدوره ديال التكوين؟ يمكن نقولوا لا ليسونس بمونسيون، يمكن نقولوا الباك مونسيون، ولكن واش اللي عنده 30 عام ونهار ما قادرش يكون استاذ؟ لا سيد الوزير، لا، هذا اقصاء. ثانيا، انا معكم النزاهه ويكون المباراه قويه، ولكن ما نقصوش الناس لحقاش السن. السن والصحه ما عمرها كانت اساسيه رادعه باش يمكن نقولوا هذا معلم مزيان ولا هذا استاذ مزيان وهذا لا. لو كان صاب شي منصب ديال الوقايه المدنيه اللي فيه الكفاءه والقوه البدنيه او منصب اخر نقولوا ايه هذا استاذ، واش اللي عنده 40 عام وتكون ربما كان تيوجد المباراه وقرا وتكون، الغيه على لحقاش السن. النقطه الاخرى، كانت عندنا الاختيارات في 280 الف مرشح، اليوم غادي يصبح الاختيارات في 100,000 مرشح. القاعده ديال الاختيار والبحث على الكفاءه ضيقتها سيد الوزير. لهذا شوف اش وقع في المجتمع، حوار، نقاش، احتجاجات. واش اليوم حنا محتاجين لهذا الشيء؟ بلادنا محتاجه للاستقرار، الامن، وراه 12 مليون ديال الشبان اللي تيقراو، 500,000 مؤطر. شكرا سيد محترم، انتهى التوقيت. أعطي الكلمة للفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب المحترم، مشكورين. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب.